اليوم كيعرف الانطلاقه ديال واحد المشروع جديد حضري انيق اللي تطلق عليه الاسم ديال AS from اسواق السلام. هذا المشروع اللي كي على واحد المساحه ديال 1600 متر مربع واللي كيشغل 120 منصب مباشر وغير مباشر. هو موجود في واحد المنطقه جد مهمه في الدار البيضاء وذو كثافه سكانيه عاليه. الحمد لله هذا المشروع اللي كما كتشوفوا اللي تدار بواحد القمه ديال الاناقه وديال ديال الجماليه في الدار البيضاء، واللي غادي ان شاء الله غادي تعمم حتى المدن المغربيه وحتى الدار البيضاء في مناطق اخرى مهمه كثير. هاد وكما تعودتوا علينا وكتواكبونا دائما في الجديد وفي الابتكار، لان احنا الحمد لله دائما كيتعرف علينا الابتكار والجديد. اليوم خرجنا بواحد شيء اللي هو جديد، هو طلب السياره دونك AS درايف. الزبون كيمكن ليه عبر شبكات الانترنت يدير التبضع ديالو. اليوم هذا المشروع اللي لقينا فيه تقريبا واحد 6000 برودوي دو هوت كاليتي من مواد غذائيه مواد طريه. هذا المشروع كذلك اللي القيمه ديالو ديال الاستثمار اللي هي 35 مليون درهم، والحمد لله كنتمنوا من الله في الايام المقبله باش نديروا ديبليكا هذا المشروع في الشهور اللي جايه، ماشي الاعوام، بالشهور اللي جايه. الحاجه الاخرى اللي نبغي نضيف لكم، وهي رغم الظروف الراهنه اللي كتعيشها البلاد ديالنا والعالم باسره ديال هذا الوباء ديال الكورونا، رفعنا من التحدي ديالنا وقررنا باش نحلوا هذا المشروع ونشغلوا ونوظفوا واحد 120 ديال الناس. دونك اليوم هذا مساله تحدي، والحمد لله وفقنا ربي، ونتمنى من الله باش يقبلوا علينا الناس ديال الدار البيضاء، لانه هذا مشروع كيشرف المدينه وكيشرف البلاد ديالنا. ما تنساش تابونا في لاشين وتأكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.